هقول لكم على التشيز كيك الاختراع ده تحفة بأبسط وأسهل طريقة تقدري تعملي تشيز كيك جبار. تعالوا نشوف المكونات ايه. يكون معانا بسكوت، هو ده البسكوت اللي كان موجود عندي، بس انا الافضل عندي اللي بحبه بسكوت اولكر سادة، ولبن ودقيق وسكر ونشا واتنين زبادي وجبنة نستو او اي جبنة كريمي تحبوها، فانيليا وزبدة او سمنة، ممكن الاتنين مع بعض، وفراولة وكيس جيلي. الحاجة هنبدأ نعملها، هنفرم البسكوت بتاعنا وهنسيح الزبدة بتاعتنا في الميكروويف، وبعدين ننزل الزبدة عليه بالراحة. مقدار الزبدة اللي احنا هنحتاجها او السمنة معلقتين او 3 معالق بس. بعدين هنسخن المية في الميكروويف، انا حطيت المية مكان السمنة عادي، ربع كوباية مية تقريبا، وهننزلها بالراحة على البسكوت. اهم حاجة البسكوت يكون اخد قوام الرمل كده، شبه الرمل المبلول، حاجة بسيطة، ونرصه في صينية التقديم. هنعمل الكريم بتاعنا، هيبقى 2 كوباية لبن، هنحطهم في الخلاط، وبعدين هنجيب زبديتين هنحطهم مع بعض، كل دول مع بعض في الخلاط، وبعد كده هنجيب كريم بتاعتنا، الجبنة الكريمي بتاعتنا، اي نوع تفضلوه استخدموه، واي كمية برضو تحبوا تحطوها. انا حطيت 6 معالق كبار مع الزبديتين والكوبايتين ونص لبن، وبعدين جبنا نشا، 3 معالق نشا و3 معالق دقيق، حطينا كل دول في الخلاط مع بعض. وبعدين هنجيب بيضة وطبعا فانيليا، وبعدين كده بقى نبدأ. طبعا في الاول هنحط السكر، انا بحبش سكر كتير، زي ما تحبوا، انا حطيت 3 معالق سكر بس على الكمية دي، ونضربهم مع بعض في الخلاط. وبعد كده نكون جايبين حلة هنحطهم على النار مع بعض، واهم حاجه في المرحله دي التقليب، في المرحله دي تقعدي تقلبي علشان القوام ما يكتلش معاكي، ان هو يطلع سلس كده معاكي. لو كتلت معاكي ممكن تضربيها في الخلاط. وبعد كده بعد ما بيطلع القوام تخين معاكي كده شبه البشاميل، هنصبه على البسكوت اللي احنا عاملينه، ونرصصه كويس جدا مع بعض كده، وبعد كده نسيبها تبرد. نعمل صوص الفراولة بقى، ده اختراعي. هنجيب فراولة ونحط عليها السكر وعلى النار يغلوا مع بعض. هنا الفراولة بس والسكر، وبعد كده هنصفيها، هناخد الصوص بس. لكن الفراولة دي ممكن نستخدمها استخدام تاني في حشو كيك مثلا. هنجيب دلوقتي كيس جيلي، هنسخن 2 كوباية مية بس على النار، ونقلب الكيس الجيلي فيها كويس جدا، وبعدين نحط صوص الفراولة اللي احنا طلعناه، ننزل بيه على كيس الجيلي بعد ما نقلبه على النار. حاجة طبعا لازم نقلبه كويس جدا على النار علشان ندمج صوص الفراولة مع الجيلي. وبعد ما يسخنوا مع بعض هنجيب 2 كوباية لبن ونحط عليها 2 معالق نشا، ونقلبهم كويس جدا مع بعض. في الاول لازم يندمجوا جدا النشا مع اللبن، وبعد كده ننزله على صوص الفراولة والجيلي على النار، ونقلبهم كويس جدا. اهم حاجة في التشيز كيك التقليب، وبعد كده لازم يكون القوام زي ما انتوا شايفينه كده. بعد كده هننزل على التشيز اللي احنا كنا عاملينها بالشكل ده، وبعد كده براحتكم بقى الشكل النهائي. طبعا لازم نفرد كويس كده، نغطي جميع الاتجاهات. بعدين بقى بتزينوها بالشكل النهائي، ممكن بسكوت، وبعدين نزينها على الطروف كده، او زي ما تحبوا تزينوا زينوها. ممكن برضو نجيب فراولة نحط على الجنب او في النص، او زي ما تحبوا. والف هنا على قلوبكم، جربوها، وعايزاكم بقى تقوليلي في الكومنتات عجبتكم ولا لا. كانت معاكم إيمان أورا، وأنا مصممة أزياء. طلب كان جماهيري على طريقة التشيز لما نزلتها على الإنستا والفيسبوك، بناء على الطلب الجماهيري على التشيز كيك اللي كان جبار ده، فأنا عملت لكم الطريقة بالتفصيل. ويا سلام بقى على كوباية نسكافيه ونقف في البلكونة كده مع أحلى تشيز كيك.
عايزاكم تجربوها وتبعتولي، ولو عجبكم أنا ممكن أنزل لكم طرق تانية واختراعات تانية جبارة بعملها. ويلا باي باي، أشوفكم على خير، وقولولي عايزين الفيديو الجاي أكلة جديدة ولا تصميم جديد؟